بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. في بدايه حلقتنا النهارده خالص التعازي للكابتن وليد سليمان نجم الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في وفاه والده. النهارده النادي الاهلي يتقدم بخالص التعازي الى الكابتن وليد سليمان في وفاه والده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه. يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنات ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان. هو كان بمر في الفترة الأخيرة بفترة يعني فترة مرض صعبة، وكان الكابتن وليد سليمان وأنا كنت مع تواصل معاه دايما، كان متواجد معاه في المستشفى يعني دائما، لكن قضاء الله وقدره. للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان، ربنا يجعلنا إن شاء الله آخر الأحزان. هنروح للأمر الثاني إن شاء الله في الجزء الثاني في حلقتنا النهاردة. هيكون معانا أبطال الجمهورية مواليد 2007 اللي توجوا ببطولة الجمهورية أمام المقاولون العرب، وكنا زانا لحضراتكم المباراة على الهواء مباشرة، وكان تتويج النادي الأهلي بفريق 2007. هيكون في الجزء الثاني معانا فقرتين إن شاء الله، جهاز الفني وأيضا بعض اللاعبين، ده هيكون معانا في الجزء الثاني. لكن في بداية حلقتنا النهاردة حابب أتكلم في امبارح وأتكلم في الحاضر، لكن خلونا نتكلم في الحاضر والمستقبل. المستقبل إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الدور قبل النهائي، مباراة الذهاب، مباراة مهمة ومباراة صعبة أمام مازيمبي، وكلنا عارفين إن مازيمبي فريق محترم. المباراة دي هتكون في ظروف صعبة. أولا يعني أنا هنا مستغرب كمان الاتحاد الأفريقي اللي لعب مباراة سيمبا كانت توقيت مساء بالليل، وبعد كده أصبح يعني مباراة الاتحاد الأفريقي أو دوري أبطال أفريقيا عصرا، وكأن مفيش مسابقة أو مواعيد منتظمة وفي رؤية مستقبلية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم في بطولة أفريقيا. كنا بالنادي وبنقول الاتحاد الأفريقي لازم تكون مسابقاتك بشكل أفضل علشان النهاردة السلعة أو المنتج اسمه دوري أبطال أفريقيا يتوج بشكل أفضل، يكون في ظروف ملاعب أفضل، في ظروف مناخية أفضل، توفر جو أفضل للاعبين. لكن خلاص المباراة هتكون الساعة 3 عصرا في ملعب مازيمبي إن شاء الله. المباراة زي ما احنا عارفين هتكون من نجيل صناعي، أو أرضية الملعب من النجيل الصناعي. النادي الأهلي بكرة إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي قبل السفر وقبل التوجه إلى الكونغو، بكرة التدريبات هتكون في ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر في ملاعب الترتان هناك. النادي الأهلي هيأدي التمرين الأخيرة قبل السفر إن شاء الله على ملاعب مدينة نصر، ملاعب الترتان النجيل الصناعي، علشان اللعيبة تتكيف واللعيبة تتعود على أرضية الملعب، علشان هناك الملعب طبعا زي ما احنا عارفين ملعب النجيل الصناعي غير ملعب النجيل الطبيعي، كمان طبة الكورة، مستوى الكورة، الباص بتاع الكورة، كل الأمور دي لما بتجري وبتغير اتجاهك. علشان كده الفترة اللي جاية اليومين الثلاثة اللي جايين لاعبي النادي الأهلي هيبدأوا التدريبات على ملاعب النجيل الصناعي. المباراة مهمة والمباراة صعبة، احنا أبطال دوري أبطال أفريقيا في البطولة السابقة، عندنا أمال وعندنا ثقة في لاعبي النادي الأهلي وفي الجهاز الفني. قبل كده مرينا بظروف صعبة وكانت صعبة جدا، وكانت هزيمة أمام صن داونز السنة اللي فاتت، وكانت بعد الهزيمة تغير المسار 360 درجة. علشان كده دايما يا جماهير النادي الأهلي لازم نتمسك بالأمل، لازم يكون عندنا ثقة في الجهاز الفني. مستر كولر، مستر كولر اللي انا هجيله دلوقتي وهتكلم عنه وهديله حقه، علشان الكلام اللي قاعد يتقال بعد مباراة الامس، ولسه هاجي لمباراة الامس، لكن دايما احنا بنبص للفترة اللي جاية، الفترة المهمة. انت بتتكلم في بطولة دوري ابطال افريقيا في الدور قبل النهائي، وبالمناسبة الدور اللي جاي ماتشين، ماتشين يعني الفرقة محتاجة دعم ومساندة ومؤازرة، مش المباراة اللي جاية بس، ما خلي بالك المباراة اللي جاية ممكن تكسب، ممكن تتعادل، ممكن تخسر، لكن عندك شوط تاني في القاهرة تقدر إن شاء الله تعوض فيه. علشان كده الدعم والمساندة محتاجينهم الفترة اللي جاية بشكل مهم جدا للاعبي النادي الأهلي، اللي هم عودونا دايما في اللحظات الصعبة بيفوقوا الناس،
بيدونا دايما بارقة أمل إن النادي الأهلي قادر على صنع أي شيء مستحيل. مباراة الأمس الناس زعلانة، وحقها إنها تزعل، إن جمهور النادي الأهلي دايما هو اللي بيساند، هو اللي بيدعم لاعب النادي الأهلي. فلما يبقى فيه خسارة رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها الفترة دي من إصابات، حق الناس إنها تزعل، ولازم الجهاز الفني ولازم اللاعبين يتقبلوا زعل الناس وزعل الجماهير، حقهم، علشان هم اللي بيدعموا الفرقة وقت الفرحة. فلما يبقى فيه خسارة ما نزعلش منهم، بالعكس لازم نقفل ونقفل بسرعة، لازم الجهاز الفني مع اللاعبين نبدأ نلم الأمور بسرعة علشان اللي جاي، واللي جاي مهم جدا. خلونا نتكلم بواقعية. مباراة الأمس وإحنا بنتكلم عن مباريات الأهلي والزمالك، مباريات قمة، كل فريق ما بيحبش يخسر، وخاصة النادي الأهلي بتاريخه في السنين السابقة، النادي الأهلي اللي محقق أرقام إعجازية أمام نادي الزمالك. مباراة الأمس هي مباراة في الدوري الممتاز بثلاث نقاط. النادي الأهلي خسر مباراة لكن ما خسرش بطولة. النادي الأهلي خسر مباراة لكن ما خسرش بطولة. النادي الأهلي زعل الناس إن الكيرف بتاع الفريق مش في تصاعد، في تذبذب، شايفينه الفترة دي. عشان كده ده هو قلق الناس وزعل الناس. نرد إزاي؟ اللعيبة، الجهاز الفني في الملعب، هو ده أفضل رد. الرد ما بيكونش بالكلام، لكن لما بنتكلم بالورقة والقلم، تعال أمسك كده الموسم من بداية الموسم. النادي الأهلي لعب في كأس العالم للأندية في السعودية، من أفضل النسخ وأفضل الكرة اللي لعبها النادي الأهلي في تاريخه في كأس العالم للأندية، وتوجنا بالمركز الثالث. بعدها بيومين بتطلع على الإمارات علشان تلعب السوبر المصري بنسخته الجديدة، بتلعب أمام سيراميكا كليوباترا، وبعدها بيوم ولا يومين بتلعب أمام فيوتشر وبتتوج ببطولة السوبر المصري. هي دي البطولات، علشان الناس اللي بتنسى، احنا بس بنحب نفكر. وبدي ثقة للعيبة النادي الأهلي، انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي فرحتونا. من أيام قليلة النادي الأهلي بيتوج ببطولة كأس مصر، أمام مين؟ أمام نادي الزمالك في المملكة العربية السعودية، والنادي الأهلي بيفوز عن جدارة واستحقاق بنتيجة 2-0، وكانت ممكن النتيجة تكون أكتر من كده. مش هي دي البطولات اللي اشترك فيها النادي الأهلي وتوج فيها بالبطولات؟ تتكلم في ثلاث بطولات حصلنا عليهم السنة دي في الموسم اللي لسه ما انتهاش، عندنا لسه فيهم تحديين مهمين جدا. أول تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندنا مباراة مهمة يوم السبت القادم، وبطولة الدوري. خلوهم يفرحوا بثلاث نقاط، خلوهم يفرحوا بمكسب مباراة، لكن احنا النادي الأهلي بنفرح في النهاية، بنفرح واحنا واقفين على منصات التتويج، بنفرح بالبطولة. هو ده عهد لاعبي النادي الأهلي. علشان كده بقول للنادي الأهلي ولاعبته وجهازه الفني، لازم نقوم بسرعة ولازم نفوق بسرعة ولازم نلم الدنيا بسرعة علشان اللي جاي، اللي جاي اللي هو مهم جدا. لكن واحنا بنتكلم عن مباراة الأمس، وانا هنا ما بديش اعذار، انا دايما بدي العذر للاعبي النادي الاهلي لما في اخطاء، لما في اخطاء. علشان كده لازم الجهاز الفني، زي ما انا بقول للعيبه، لازم الجهاز الفني يشوف الاخطاء فين خلال الفتره اللي فاتت. النواحي الدفاعيه وعدد الاهداف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي، واحنا بنقول ان اي فريق بطوله بيبدا مش من الناحيه الهجوميه، بيبدا من الناحيه الدفاعيه. لازم نرجع تاني للمنظومة الدفاعية ونشوف الأهداف اللي بيستقبلها النادي الأهلي. لازم يكون في تنظيم أكتر من كده في الملعب. عندنا إصابات، وإصابات مهمة، ولاعبين مؤثرين. تخيل لما نادي بيغيب عنه لاعب أو اتنين، بيتأثر بشكل كبير جدا. تخيل النادي الأهلي لما بيغيب منه محمد الشناوي وياسر إبراهيم، أليو ديانج، فكروني يا جماعة بالأسماء، وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات، بيرسي تاو، دي كلها، وكريم فؤاد، عناصر مهمة مؤثرة. بتتكلم في 7-8 لاعبين فين؟ في التشكيلة الأساسية، لعيبة رجلها في الملعب، لعيبة بتلعب منتخبات. بقول لحضراتكم لما لعيب أو اتنين بيغيب من فريق،
بيتأثر بشكل كبير. تخيل لما يبقى 7-8 لاعبين. بالمناسبة أنا ما بقولش الكلام ده عشان أقدم أعذار، لكن هو ده الواقع. تخيل مباراة الأمس وأنت عندك كم الغيابات دي كلها، وأنت في المباراة أمام نادي الزمالك أنت الأفضل، وأنت المستحوذ، وأنت المسيطر، وأنت لما لعبت بالتشكيل الأفضل الشوط الثاني كان الشكل مختلف تماما، وكنت ممكن تكسب، لكن بأخطاء دفاعية ساذجة. أخطاء دفاعية ساذجة. سرحان. الكلام اللي احنا بنقوله الفترة اللي فاتت، اللحظات الأخيرة والوقت الأخير في المباراة لازم اللعيب يحتفظ بتركيزه بنسبة 100%. كنت أنت الأفضل، كنت أنت الأقرب للفوز، أنت بتتعادل وممكن تكسب رغم الغيابات. لكن احنا ثلاث نقاط خسرناهم، لكن لسه مشوار الدوري طويل، لسه مشوار الدوري طويل. النادي الأهلي قادر ولعبته قادرة باللي احنا شفناه السنين اللي فاتت، شفناه السنة اللي فاتت مع مستر كولر اللي احنا عندنا كلنا ثقة فيه. امبارح بعد مستر كولر ما خسر مباراة الزمالك تحس انها حملة ممنهجة. المباراة خلصت من هنا بتتكلم عن إقالة جهاز فني، إقالة مدير فني، بتتكلم عن مدرب أجنبي جاي الفترة اللي جاية. بدأت تحس ان في سكريبت متوزع ومتحضر. ونسيوا ان كولر ده في سنة ونص بيحصد 7 بطولات ما بين دوري أبطال أفريقيا، ما بين دوري مصري، بتتكلم ما بين كاس مصر، سوبر مصري، تالت عالم في أفضل نسخه. مش هو ده كولر؟ هل النهاردة مباراة ممكن نغير قناعاتنا بهذا الرجل؟ لا. ممكن يبقى عنده أخطاء زي اللعيبة. اللعيب النهاردة ممكن يبتدي، ممكن يلعب، يبقى موفق في فرصة، يضيع فرصة، يبقى كويس في مباراة، غير موفق في مباراة. نفس الحال المدير الفني ممكن يبقى نفس الكلام. لكن هل ممكن نغير قناعاتنا بكولر؟ لا. مش الأهلي. الأهلي عنده استقرار، عنده إدارة، عنده رؤية، ما بيحاسبش بالمباراة وبالشوط زي أندية أخرى. دايما الحسابات في نهاية السيزون. تعالى بنقعد بنتكلم بنشوف. ممكن أثناء المشوار يبقى فيها عادات لتصحيح المسار، لكن في ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين أيضا كمان. مش هو ده كولر يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه؟ الحملات طلعت بعد المباراة مباشرة. مش هي دي البطولات اللي أخدها كولر؟ مش هو ده كولر اللي واجه الزمالك 5 مواجهات؟ أول مباراة كانت في الإمارات، فاز في السوبر المصري 2-0، وبعد كده ماتشين في الدوري، مباراة كسبها 3 والمباراة التانية كسبها 4، والمباراة الأخيرة أمام الزمالك في كأس مصر كسب 2-0، وامبارح بيخسر بشق الأنفس 2-1، والنادي الأهلي أفضل، وكنت ممكن تخطف المباراة وتكسب، وكانت فرصك أكتر. مش هما دول 5 مباريات؟ ولا إحنا بنقول كلام يعني مش صحيح؟ مش هي دي لغة الأرقام؟ احنا ما بنقدمش اعذار عشان اقول مين غايب ولا مين مش غايب ولا مين مصاب ولا مين مش مصاب. مش هو ده الواقع؟ الامر الثاني، مش ده واقع برضه لما تلاقي 10 لعيبة من النادي الاهلي في منتخب مصر، 10 لعيبة من النادي الاهلي في منتخب مصر، ويحصل تنسيق مستر كولر يكلم الجهاز الفني لمنتخب مصر علشان الفتره بتاعت مباراه 22/3 و25 البطوله الوديه اللي كانت مقامه في مصر، وبتاخد أكبر عدد من لاعبي النادي الأهلي، ويتم التنسيق إن اللعيبة تلعب المباراة الأولى بعض اللاعبين، وهسيب لك بعض اللاعبين المباراة الثانية، والجهاز الفني لمنتخب مصر يخل بالاتفاق. مش ده واقع؟ ونشوف إمام عاشور بيصاب، ونشوف مروان عطية نتيجة الإجهاد بيجي له إصابة في العضلة الخلفية، بنشوف محمد عبد المنعم ورامي ربيعة اللي موجودين بس في النادي الأهلي في الفترة دي عشان غياب ياسر إبراهيم بيلعبوا البطولة كاملة، ولعيبة النادي الأهلي تطلع من مصر على سيمبا بعدها ب 48 ساعة عشان تلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا في مباراة مهمة، واللعيبة ما بتروحش على النادي الأهلي، تطلع من معسكر المنتخب على المطار مباشرة على السفر. مش هو ده من ضمن الظروف اللي احنا كنا نتكلم فيها وكان في اتفاق مع جهاز الفني لمنتخب مصر وأخلوا بالاتفاق اللي حصل ما بين النادي الأهلي ومنتخب مصر؟ علشان كده النادي الاهلي لما يتمسك باللوائح والاجنده الدوليه محدش يزعل ان كان في اتفاق. النهارده عندي لعيبه
زي ما كان النادي الاهلي بيدي الاولويه لمنتخب مصر، ودايما بيدي الاولويه لمنتخب مصر في المباريات الرسميه لما شفنا في كاس الامم وكاس العالم للانديه. هل مش كان من الاولى في بطوله وديه، بطوله وديه ممكن تجرب فيها عدد كبير من اللاعبين، ان انا اجهد لاعبي النادي الاهلي واخد العدد الاكبر بدل ما افتح مساحه اكبر للاعيبه علشان اشوف واقيم ويبقى عندي رؤيه وقماشه منتخب مصر توسع؟ لا، اخد لعيبه النادي الاهلي اجهدها علشان تطلع تلعب على تطلع تلعب مباراه مهمه بعدها ب 48 ساعه، ونرجع نشوف كم الاجهاد وكم الاصابات، وترجع لبطوله الدوري كل 48 ساعه مباراه. هو ده. في المقابل الترجي في تونس ساب لعيبته، سيمبا منتخب سيمبا في منتخب تنزانيا عفوا لعب المباراة الأولى، سابوا اللعيبة المباراة الثانية عشان ينضموا لسيمبا منتخب تنزانيا. مش هو ده الكلام؟ وهو ده التنسيق اللي تم يعني عدم الوفاء بالاتفاق؟ أنا هنا ما بقولش أسباب خسارة النادي الأهلي بالأمس، زي ما في أسباب خسارة بقول الكل بيتحملها علشان وقت الفرحة وقت المكسب الكل بيكون موجود في الصورة، عشان كده وما يكون في خسارة الكل بيتحملها، وكلنا كجماهير النادي الأهلي ده وقت المؤازرة والمساندة والدعم، إن احنا نقف جنب لاعبتنا وجنب جهازنا الفني اللي عندنا كلنا ثقة فيه علشان الفترة اللي جاية، فترة المهمة جدا، إن شاء الله يرجع لعيبة من الإصابة ويكتمل صفوف النادي الأهلي ونشوف قوة النادي الأهلي الضربة مرة أخرى. هروح للأمر الثاني وهو عنصر التحكيم في مباراة الأمس. عنصر التحكيم في مباراة الأمس، كابتن إبراهيم نور الدين اللي سعى جاهدا ان يكون في مباراة القمة بالأمس. سعى بالقمة، سعى يعني علشان بقوة ان يكون في مباراة الأمس، يكون ينضاف للسي في بتاعه انه حكم مباراة الأهلي والزمالك، وادعى قبلها ان انا خلاص بعتزل وعايز انهي مشواري في الملاعب بصورة افضل بسي في افضل، ويكون اللقطة الأخيرة ليا في الملاعب هي مباراة الأهلي والزمالك. هو زي ما قال وكان كتب على صفحته امبارح، كان ليه تصريحات غريبة بعد المباراة وهو بيقلل من القمة بين الأهلي والزمالك أو ناديي الأهلي والزمالك، وهما بيسألوه بيقولوا خلاص هتعتزل بعد مباراة الأهلي والزمالك يا كابتن إبراهيم؟ هو قال أهلي وزمالك، أهلي وزمالك ناديين كبار، لكن أنا بحكم لتسع وعشر الدوري، وهو بيقلل من أهلي والزمالك. أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي عشان احنا في قناة النادي الاهلي. العيب مش على كابتن ابراهيم اللي بيتكلم كده في البداية، العيب على اللي حط واحد معتزل، واحد مش موجود في القائمة الدولية، واحد ما كانش موجود في كأس الامم الافريقية يحطوه في مباراة عنوان الكرة المصرية، ده مبدئيا. علشان كده الاعتذار، والنهاردة بيقولوا لي هو اعتذر على صفحته، قلت له ما تنزلوش الاعتذار، الطلقة خرجت خلاص، ما ينفعش ان انا اقول الاعتذار بتاعه بعد التصريح اللي هو قاله امبارح. انت حضرتك ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تدلي بتصريحات، ما تتكلمش، الامر بسيط. العيب مش عليك، العيب على لجنة الحكام، العيب على اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، العيب على رابطة الاندية اللي سابوك تخرج تتكلم بعد المباراة وتدلي بتصريحات بدون اذن. علشان كده وجب 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 الاعتذار مش منك، اعتذارك غير مقبول، اعتذار اتحاد الكرة ولجنة الحكام والرابطة هم اللي يعتذروا للأهلي والزمالك في جواب مكتوب ويتنشر على السوشيال ميديا. عشان كده هو ده اللي مفروض، مش تطلع تعتذر بعد ما أدليت بتصريحات يعني فيها جهل من حضرتك. كابتن إبراهيم نور الدين زي ما قلت لحضراتكم كان بيسعى جاهدا، كان بيسعى جاهدا عشان يحكم في المباراة. امبارح كان في لقطة مثيرة للجدل في الهدف الثاني لنادي الزمالك، البعض قال هدف والبعض قال انها مش هدف وهدف غير صحيح. خلونا نشوف بعض التصريحات للحكم الاسباني جونزاليس اللي ادلى بتصريحات مهمة. لو معانا التصريحات يا ريت نعرضها على الشاشة دلوقتي لو هي معانا. طيب، هنا الحكم الأسباني
جونزاليس شاف اللعبة وشرح اللعبة وقال من وجهة نظري ما قام به اللاعب صاحب القميص الأبيض قصده على سيف الجزيري خطأ واضح وكان يجب احتساب فاول غير مباشر للخصم. هناك تقارب كبير بين قدم اللاعب المرتفعة من رأس المدافع عمر كمال ركلة حرة غير مباشرة مستحقة لأنها لعبة خطيرة. كان يجب على الحكم عدم احتساب الهدف في رأيي الشخصي لأنه غير صحيح. ده رأي الحكم الأسباني. أيضا الكابتن توفيق السيد الحكم السابق وكان أيضا رئيس لجنة الحكام السابق كان برضو أدلى بتصريحات مهمة، لو عندنا التصريحات برضو ممكن يعني نعرضها. طيب كابتن توفيق السيد طلع وقال نفس تصريحات الحكم الأسباني، في تقارب، رجل سيف الجزيري مرتفعة لرأس عمر كمال واللعبة فيها خطرة، كان يستوجب إن حكم المباراة وحكم الفار كان فيها فاول مباشر لعمر كمال عبد الوهاب. شايفين الصورة؟ تخيل النهاردة عمر كمال، ما شاء الله عمر كمال من اللعيبة اللي بتمتاز بالطول، بتتكلم في لاعب 185 سنتي وهو بيعمل الجامب ده من الأرض، فبتتكلم وصل لمسافة 2 متر. الجزيري بيرفع رجله المسافة دي كلها. هو هل النهاردة المفروض اللعيب يروح حط دماغه؟ بص على الصورة، شوف رجل اللاعب فين ورأس عمر كمال فين. دي ما فيهاش اجتهاد، دي ما فيهاش اجتهاد، وكان لازم الفار ياخد وقته فيها وكان لازم يجيب كل الزوايا. النهاردة الكرة دي شوف رأس عمر كمال، انت النهاردة مستني لما لعيب دماغه تتفتح عشان احسبها فاول؟ النهارده لعبة خطرة ممكن تعرض حياة اللاعب للأذى، فكان يستوجب الكرة دي تكون فاول النادي الأهلي وهدف غير صحيح. هو دي من ضمن أمور الكابتن إبراهيم نور الدين بالأمس. الأمر الثاني، من حق نادي الزمالك ومن حق جمهوره إنه يفرح لما بتكسب النادي الأهلي في مباراة قمة، من حقه انه يفرح، وعمرنا ما هنزاد هنا على فرحة نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك. ان الزمالك تخيل النهارده من 2003 في الدور الاول في بطولة الدوري، بتتكلم ما يقرب من 21 سنة لأول مرة من 21 سنة نادي الزمالك يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري في الدور الأول. ده بالأرقام والتاريخ هو اللي بيقول كده. فاحنا ما نقدرش نزاد على فرحة جمهور الزمالك ولا لاعبي نادي الزمالك ولا جهاز الفني. احنا بنقفل عن نفسنا، شوف اخطائنا نشتغل عشان الفتره اللي جايه. لكن هنا لما تشوف فرحه مسؤول سابق كان بيدير الكره في مصر، كان رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، تاني لما تشوف فرحه مسؤول كان يدير كره القدم المصريه وكان رئيس للاتحاد المصري لكره القدم، وتشوف اسلوبه وطريقته على صفحته الشخصيه. وانا على الهوا ما اقدرش اقول غير اسلوب صبياني، اسلوب سوقي. لما ده يخرج من مفروض كان رئيس للاتحاد المصري لكره القدم وكان يدير اكبر منظومه رياضيه في مصر هو الاتحاد المصري لكره القدم. مش هقول اسمه على الهوا، ان هو لا يستحق ان احنا نقول اسمه. شوف النهارده الكابتن عصام عبد المنعم وهو كان راجل اهلاوي كان بيدير كرة القدم المصرية، كابتن عصام عبد المنعم من الشخصيات المحترمة جدا، واحنا هنا كنا بنستضيفه في قناة النادي الأهلي. شوف لما كان بيتكلم عن نادي الزمالك كان بيتكلم بأسلوب عامل ازاي؟ أسلوب راقي، أسلوب فيه شياكة عن نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك. يتكلم عن الكابتن حمادة إمام، الكابتن حسن شحاتة، وهو جاب الكابتن حسن شحاتة علشان مدير فني لمنتخب مصر. هو ده الأسلوب وهو ده الرقي. أما الأستاذ التاني اللي جاي، الأسلوب غير، يعني أسلوب صبياني للأسف. يعني ده واحد كان بيدير كرة القدم المصرية بيغازل السوشيال ميديا، بيغازل الجماهير، وهو ده المسؤول اللي كان بيدير للأسف. طيب خلونا نروح لفاصل. طيب قبل ما نروح لفاصل معانا مداخلة مهمة جدا مع
الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزت. كل سنة طيب يا أستاذ علاء، وتحياتي ليك على قناة الأهلي. تحياتي كابتن اسامه، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي طيب، وقناه والنادي الاهلي بخير، وقناه النادي الاهلي بخير. اهلا كابتن اسامه. اهلا بيك يا استاذ علاء. شفت مباراه الامس ازاي برغم يعني غيابات الكبيره في النادي الاهلي، عدد من الاصابات الكبيره، شفت مباراه الامس ازاي؟ شفت وعي جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسامه الاول، يعني يمكن اكتر حاجه عجبتني رد فعل جمهور النادي الاهلي، ان احنا جمهور النادي الاهلي جمهور واعي بجد، يعني جمهور ما بيحبش يعلق الشماعات وما بيحبش يغلق مبررات للهزيمه، ولا بيتكلم على تحكيم، ولا بنتكلم على في اخطاء تحكيميه بس مش ما صدرناهاش ان دي سبب الهزيمه، ما صدرناش ان في سحر، ما صدرناش ان في تجاوزات حصلت، لا احنا قلنا احنا غلطنا، كان في اخطاء عندنا، وده وعي يا كابتن، هو ده اللي بيخلي الكبوه الهزيمه بتبقى مجرد كبوه. ده الفرق بين الاهلي وبين اي جمهور تاني، يعني اي جمهور الجماهير التانيه لما بتخسر مباراه زي مباراه القمه بتفضل تخلق مبررات مبررات مبررات، عشان كده هم بيتعاملوا مع المبررات دي ان دي حاجه حقيقيه، فبالتالي بيخسروا على طول. لكن احنا في النادي الاهلي جمهورنا ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، كان عنده جلد ذات بهدوء شديد جدا، وقفوا على بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه، عشان كده بيكون مجرد كبوه كابتن اسامه، يعني احنا ولا بنخلق اعذار ولا مبررات، كان غيرنا كان ممكن يقف عند الهدف الثاني زر شرع اللي جابه نادي الزمالك ده، كانت هي قضيه الساعه، وكان كل وسائل الاعلام في مصر تتكلم على الاحتجاجات، وقدموا احتجاج وقدموا مذكره، واتهموا التحكيم المصري ان هو مغرض، واتهموا اتحاد الكوره ان هو اهلاوي، واتهموا وزاره الشباب والرياضه، واتهموا الدوله، لكن احنا النادي الاهلي مش كده. في هدف غير شرعي يعني حاسب نتيجه مباراه القمه، لكن عادي النادي الاهلي وقفنا بس قدام خطا تحكيمي، بنتكلم ان في خطا تحكيمي حصل، النادي الاهلي ما فيش بيانات صدرت باحتجاج، ما فيش تهديد بانسحاب، ما سحبناش من المباراه. ده الفرق يا كابتن اسامه بين الفريق البطل الحقيقي اللي هو بيتعامل مع خساره مباراه مش خساره بطوله، ده فرق كبير جدا من خساره مباراه ممكن جدا نتداركها وخساره بطوله. احنا بنكسب بطولات لكن ما بنكسبش ماتشات. فانا شايف ان الهزيمه دي او الخساره دي يعني ليها اسباب كتيره جدا قبليها، ليها سوابق، يعني كان ليها الظروف الصعبه اللي بيمر فيها الفريق النادي الاهلي، الاصابات، انت حضرتك بتتكلم على فريق تقريبا تتكلم في حوالي 7 أو 8 لاعبين من التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي. يا كابتن اسامه حاج انت بتتكلم ما فيش ولا مركز كان كامل، ولا مركز في النادي الاهلي كان محتفظ بعناصره، يعني انت حضرتك بتتكلم على يعني من بدايه من حراسه المرمى، مصطفى شوبير كان رائع وادى مباراه رائعه، واحد من نجوم المباراه، وبقى له فتره ما شاء الله نمسك الخشب، لكن خط الظهر عند حضرتك في غيابات، خط الوسط طبعا كله مضروب، خط الوسط تقريبا كل لعيبه خط الوسط كلهم باستثناء السوليه كلهم مصابين الاساسيين، عندك امام عاشور، مروان عطيه، اليو ديانج، ثلاثه مهمين جدا، كله يا كابتن اسامه يعني كله، والاجنحه كلها بتاعتك مصابه، فالحمد لله قدر ما شاء فعل، يعني احنا النادي الاهلي رغم الغيابات دي كان حاضر وكان موجود في الملعب بقوه، والشوط الثاني ما شاء الله يعني عملنا كل حاجه في الشوط الثاني، كان ناقصنا بس ان احنا ننهي المباراه او نحسمها في الشوط الثاني، لكن قدر الله ما شاء فعل. انا شايف ان دي مجرد مباراه، تمام، هنطلع منها بدروس كتيره جدا، لكن الاهم اللي جاي يا كابتن اسامه مباراه مازيمبي، الناس دلوقتي قلقانه، طيب، لكن اكيد شايف مباراه مازيمبي ازاي يا استاذ علاء، خاصه مباراه مهمه، انت بتلعب في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، المباراه كمان انت بتتكلم على شوطين النهارده، شوط اول طبعا خارج ملعبك، شوط ثاني لسه الفرقه هتجيلك، محتاجين مسانده ودعم جمهور النادي الاهلي الفتره الجايه مهمه جدا. اكيد يا كابتن، المنافس طبعا منافس فريق عملاق، فريق كبير جدا جدا جدا، ليه تاريخ، ده الوصيف، اول وصيف للنادي الاهلي في افريقيا، مازيمبي اللي هو الانجلبير سابقا، ده اول وصيف للنادي الاهلي، فريق خد المركز الثاني، خد البطوله 5 مرات، فريق على ارضه يعني حدث ولا حرج بجد، يعني واحده، يعني انا بعتبر ان مازيمبي وصن داونز هم افضل فريقين بيلعبوا على ارضهم في افريقيا، بيستغلوا عمل الارض والجمهور بشكل كويس جدا، فريق متزن جدا، عنده هدوء، فريق يعني هقول لحضرتك كسب الزمالك 3 مرات، يعني كسب الزمالك ولسه مطلع بيراميدز، كسبان بيراميدز 3-0، كسب الزمالك 3 مرات، 2-0، 3-0، 3-0، يعني نتائجه مع الاهلي، مع الزمالك والبيراميدز فيها رساله تحذير، يمكن انا كمان كاتب في مجله النادي الاهلي احذروا مازيمبي لانه فريق كبير وفريق قوي جدا، لكن الحمد لله يمكن يعني القدر كان رحيم بالنادي الاهلي ان المباراه الاولى تبقى هناك، عشان خاطر النادي الاهلي يقدر في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله يلعب وهو عارف هو عايز ايه، وده يفرق كتير جدا، لكن مطلوب بجد يا كابتن اسامه، مطلوب حضور جماهير
فريق قوي جدا. يعني حكايه 30,000 و20,000 دي مش كافيه، الساعه الكامله مهمه جدا في المباراه دي. يعني احنا محتاجين يا كابتن اسامه بجد مش اقل من 50,000، لان دي مباريات بجد الجمهور فيها بيبقى هو اللاعب الاول. يعني اكيد 10,000 في استاد زي استاد القاهره برضه مهما كان جمهور الاهلي ما شاء الله عليه، الواحد ب 1000 مما تعدون يعني زي ما بيقولوا. لكن احنا محتاجين الاستاد ده بجد يلعب المنافس قبل ما يكون حافز للعيبه النادي الاهلي، يلعب المنافس زي زمان. يعني انا اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون اكتر من 30,000، اتمنى تكون الساعه الكامله، وخاصه احنا بنلعب في نصف النهائي. احنا مش بنتكلم على دوري مجموعات ولا دور 32، لا احنا بنتكلم، انا بلاش من دوله المسؤولين ان يكون الاستاد كامل العدد 50,000 على الاقل في استاد القاهره ان شاء الله، لان ده احنا بنتكلم على نصف نهائي ونهائي. يعني خلاص يعني ما فيش مجال ان احنا بعد كده نناشد، المناشده تكون من دلوقتي اكيد. لا اكيد اكيد اداره النادي الاهلي لما يجي المباراه الثانيه هيكون في مخاطبه للجهات الرسميه وهينادوا بالساعه الكامله مش 50 و60,000 بس يا زعلان. بالتاكيد يا كابتن اسامه بجد يعني جمهور الاهلي عظيم، جمهور عظيم، وجمهور هيكون له دور ايجابي جدا جدا في مباراه العوده. احنا هنلعب فريق مش سهل، فريق بطل بمعنى الكلمه الوصيف، يعني دي مباراه البطل والوصيف. يعني بجد يعني الاهلي ومازيمبي دي قمه التحدي بجد يا كابتن اسامه. يعني المباراه عايز اخدك للقطه ثانيه امبارح ظهرت في المباراه، للاسف لقطه مؤسفه، هي موضوع اخفاء الكرات. قبل كده شفنا فريق بيكسب كره في الملعب بتتلعب للفريقين، حد بيحذف كره تانية عشان هجمه يفسد هجمه. امبارح بنشوف بعد ما نادي الزمالك احرز الهدف الثاني اخفاء الكرات، تجميع الكرات، الحكم يقف عشان يا جماعه عايزين كره عشان المباراه تستمر، والشكل كان للاسف كان مؤسف. النهارده بنشوف رابطه الانديه بتعلن 50,000 غرامه، ده كافي يا زعلان للقطه زي دي يا كابتن اسامه؟ لكن المؤسف يا كابتن اسامه ان واحد من لعيبه نادي الزمالك بيتباهى امبارح في الفضائيات، بيتباهى ان ابنه كان موجود في ارض الملعب وبيخبي الكرات. يعني تخيل لما يكون لعيب كره في الزمالك سابق وبيطلع في قناه فضائيه ويتباهى ان ابنه كان بيخبي الكور، طبعا دي مهزله 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 شديده جدا انك تطلع تتباهى ان ابنك لعب دور يعني مش عارف ازاي بتربي الناشئ بتاعك ايه، وابنه ده لعيب ناشئ في نادي الزمالك. يعني انتوا بتربوا الناشئين في نادي الزمالك على ايه؟ ايه الاخلاق اللي بتربيها لهم؟ ايه الروح اللي بتربيها لعيبتك؟ وبعد كده انت طلعت تتباهى ان ابنك كان بيخبي الكور، وبعد كده المذيع بيقول له طب ابنك ركب الكور، قال لا والله ما رضوش يدوا له كور. يعني كمان كان عايز يركب الكور كمان البيت يا كابتن اسامه. يعني تخيل خيل مهزله وطلع تفاخر. بص اللقطه معانا احنا بنستعرضها دلوقتي، انت معانا وعلي معلول واقف ورضا سليم واقفين، رضا سليم بيعمل بايده كده، يعني فين يا جماعه؟ واللقطه استغرقت اكتر من 45 ثانيه وهم واقفين عمالين يدوروا على الكوره. مشهد للاسف يعني كارثي. الامور دي كنا بنشوفها في دوري الدرجه الثانيه بس من 20-30 سنه. دي حاجه يعني حاجه ما سمعناش من زمان، بس دي عادتهم، يعني دي العاده للاسف شديد، ولازم اللوائح تغلط يا كابتن اسامه. يعني 50,000 هو الاتحاد الكره طبق اللائحه ايقاف اداري عندهم تقريبا 3 مباريات، منع حامل الكرات ده او المسؤول عن لم الكرات ده من دخول المباراه مش عارف 4 مباريات ولا ايه، وغرامه ماليه، بس ده وفق اللائحه. لكن لازم يا كابتن اسامه اتحاد الكره ياخد عظه وياخد عبره من مواقف معينه، لازم تغلط العقوبات. يعني زي عقوبه الانسحاب، خلاص بقى مش كل ما تيجي تلعب الاهلي تنسحب فتتخصم 3 نقاط، لا لازم يكون في تنزل درجه ثانيه، لازم تفعيل لوائح اكبر من كده كابتن اسامه، خاصه في مباريات قمه. يعني المشهد ده مشهد مؤسف جدا جدا، يسيء للكره المصريه اصلا. يعني ايه مباراه قمه في الدوري المصري العالم كله بيتابعها كوره في ايه؟ عشان مش لاقيين كوره، يعني ايه يروحوا اخر الدنيا يجيبوا كوره ويجوا وقبل نهايه المباراه تتلم الكور كلها من الملعب؟ يعني فين مراقب المباراه؟ كان المفروض يطالب الحكم بايقاف المباراه في نفس اللحظه، لان المشهد كان على مرأى ومسمع من الجميع، والجهاز الفني والاداري النادي الاهلي راح لمراقب المباراه اكثر من مره وقالوا له الكوره مش موجوده. كان يجب على المراقب المباراه والحكم الرابع كان يجب عليهم انهم ينبهوا كابتن ابراهيم نور الدين ان مفيش كور موجوده، فبالتالي كان هيسمح بزياده الوقت بدل الضايع، لان هو 5 دقايق او كان 6 دقايق وحسبهم 6 دقايق بالظبط، لكن في دقيقتين ما اتحسبوش يعني كان ما كانوش موجودين. فدي حاجات لازم يراعيها اتحاد الكوره. لازم المراقبين يكون لهم دور اكتر من كده، مش مجرد واحد رايح يتفرج على ماتش من ارض الملعب. بجد انا شايف ان دور مراقب المباراه ضعيف جدا جدا في مصر. اخيرا يا استاذ علاء، شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر بالعوده بنتيجه ايجابيه من مازيمبي باذن الله؟ اتمنى يا كابتن اسامه والله. النادي الاهلي طبعا اكيد يعني النادي الاهلي بيعرف يفرق قوي، بيعرف يخرج بسرعه من افراحه قبل كبواته. يعني النادي الاهلي ما شاء الله عليه، يعني ولا هو النادي اللي بيفرح قوي، يعني يمكن مش عارف يمكن ده عيب فينا ولا ايه. يعني احنا بنشوف فرقه لما بمجرد بتفوز، يعني لدرجه ان في بعض الناس امبارح توهمت ان في توزيع جوائز بعد مباراه القمه. يعني انا بقول لهم والله ده مباراه بثلاث نقاط
ولسه مشوار الدوري يعني لسه النادي الاهلي ما زال على المنافسه في بطوله الدوري، ما زال في المنافسه في بطوله افريقيا، يعني حصد السوبر، حصد الكاس ثالث العالم السنه دي، ولسه متبقي له بطولتين وهو بينافس فيهم بقوه. يا كابتن اسامه احنا في السعوديه الاهلي كسب الزمالك نهائي كاس مصر وعادي جدا جدا، يعني يا دوبك اللعيبه راحت للجمهور مره واحده او الجمهور راح للعيبه، تمام اللعيبه راحت للجمهور مره واحده واحتفلوا وخلصت الدقيقه ووقفنا، تمام. لكن اللي حصل امبارح يعني فعلا والله فعلا في ناس فعلا توهمت ان ممكن يكون في تسليم جوائز. يعني النادي الاهلي انا يعني بقول للنادي الاهلي لا، بعد كده افرحوا قوي 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 بفوزكم على المنافس وافرحوا، او بفوزكم باي بطوله. يعني النادي الاهلي يا كابتن اسامه يمكن من كثر بطولاته ما بيش يفرح بيها، يعني يعني احنا الحمد لله ولا الافراح بتخلينا نستهين بباقي البطولات ولا كبوه تخلينا نخسر كل البطولات. انا واثق ان شاء الله باذن الله ان اللي حصل امبارح هيكون درس اللعيبه. اللعيبه احنا خلاص بطوله الدوري ما فرطناش فيها، بطوله الدوري موجوده والاهلي هو صاحب الافضليه، لكن انا واثق باذن الله ان الاهلي باذن الله هيعود بتعادل ايجابي ان شاء الله باذن الله او فوز باذن الله من مازيمبي، رغم من صعوبه المباراه 9-3 وتحكيم صعب جدا جدا، الحكم كمان صعب جدا حاسم قوي والمباراه صعبه ومدرجات قريبه قوي، الجماهير قريبه قوي من الملعب، فان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي بخبراتها قبل ان يعني ان شاء الله باذن الله تكون قادره على مواجهه كل التحديات والضغوط باذن الله. الناقد الرياضي الاستاذ علاء عزت شكرا جزيلا لك. هنروح لاخبارنا سريعا وبنقول ان يعني عندنا خبر اهلي 2003 فاز على المصري بنتيجه 6-1، افتتح للنادي الاهلي التسجيل علي نادر واضاف سمير محمد الهدف الثاني، وابراهيم عبد الحكيم سجل الهدفين الثالث والرابع، وايضا اضاف ميدو نبيل واحمد اشرف الهدفين الخامس والسادس. 6-1 المباراه اللي جايه هتكون يوم الاحد القادم، الاهلي امام انبي 2003 تكون في ملعب انبي، ودي المباراه النهائيه في بطوله دوري الشباب. النادي الاهلي ليه الافضليه، هو متصدر بطوله الجمهوريه بثلاث نقاط، لكن المباراه مهمه. انبي لو فاز في ملعب انبي ياخد البطوله، طب النادي الاهلي لو تعادل او كسب هو اللي يتواجد بالبطوله، هتكون مباراه صعبه، لكن كل التوفيق ان شاء الله للاعبي فريق شباب النادي الاهلي مواليد 2003. ايضا 2007 النهارده هيكون معانا الجهاز الفني وبعض اللاعبين قدروا يفوزوا ببطوله الجمهوريه، وشفنا التتويج وزعنا المباراه لحضراتكم امام المقاولون العرب، وقدر يفوز النادي الاهلي برصيد 71 نقطه، كانت بطولة قوية جدا، وتصدر انبي المركز الثاني برصيد 70 نقطة، وقدر يفوز النادي الاهلي البطولة بفرق نقطة واحدة، دليل على قوة بطولة 2007. وشفنا كمان اللعيبة اللي كانت شاركت من 2008، وعندنا يعني جيل محترم في 2007، وايضا عندهم يعني منتخب مصر بقيادة الكابتن اسامة نبيه، نتمنى له كل التوفيق. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل أبطال الجمهورية مواليد 2007، الجهاز الفني الكابتن أسامة زكي المدير الفني، والكابتن إيهاب عبد العاطي المدرب العام. اهلا بحضراتكم من جديد، النهارده ضيوفي وضيوف حضراتكم ابطال الجمهوريه مواليد 2007، عندنا فريق مميز جدا مليء بالمواهب، الناس كلها شافت في اخر مباراه زعناها لحضراتكم على قناه الاهلي فريق 2007 امام المقاولون العرب اللي توج فيها النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه، وشافت عندنا كم المواهب الموجوده وبيلعبوا كره حلوه، معانا جهاز فني ايضا محترم نرحب بيهم، نبتدي من اليمين المدرب العام الكابتن ايهاب عبد العاطي،
شرفنا ونورنا يا كابتن ايهاب. اهلا بيك يا كابتن اسامه. اهلا بيك نورك يا كابتن اسامه. اهلا بحضرتك ايضا المدير الفني الكوف الكابتن اسامه زكي. نورنا يا كابتن اسامه. حبيبي يا كابتن، مبسوط ان انا معاك النهارده الحمد لله. دايما وشنا حلو عليك. اه طبعا الحمد لله رب العالمين. نبتدي بقى بالمدير الفني النهارده كابتن اسامه زكي. كابتن اسامه الف مبروك، كانت بطوله صعبه تبتدي من اخر يعني مباراه، كانت المورين العرب كنت بتلعبوا تحت ضغط، لكن كان عندك ثقه في اللعيبه بتاعتك ما شاء الله، ثلاث سنين حفظت اللعيبه، حفظت دماغ كل واحد فيهم، انك تتوج بالثلاث سنين ورا بعض بطوله الجمهوريه مع 2007 انجاز كبير وانجاز مهم. انا بحمد ربنا وبشكر فضله طبعا على الانجاز الكبير دوت لمده ثلاث مواسم ما حصلتش كتير في قطاعات الناشئين. وما حصلتش كتير في النادي الاهلي، هي حصلت طبعا بس حصلت مع مدربين مختلفين. لكن انا امسك الفرقه لمده ثلاث سنوات وربنا يمن عليا بالفضل ده ان انا ثلاث سنين اخد البطوله وبطوله الجمهوريه، فده شيء بحمد ربنا وبشكر فضله عليه، نعمه من عند ربنا كبيره قوي. كنت باثق في ربنا سبحانه وتعالى وباثق في الفرقه بتاعتي في اخر ماتش ان شاء الله باذن الله اللي احنا هناخد البطوله. كان اخر مباراه للمقاولين العرب. اخر مباراه للمقاولين طبعا. كنا محطوطين تحت ضغوط كبيره جدا من قبليها في ماتش انبي، كنا محطوطين تحت ضغوط لان ماتش انبي ده كان مهم جدا بالنسبه لنا. لو كان انبي كسب كان الماتش في انبي كان البطوله راحت بشكل كبير. لكن احنا قدرنا نتعادل 2-2 وانا كنت بحفز اللعيبه على الفوز. لكن انا كان بالنسبه لي التعادل مرضي. فرقه انبي فرقه كبيره وفرقه قويه وبتنافسني لاخر ماتش في البطوله، لكن ما كانت لسه ما زالت امور في ايد النادي الاهلي. بعد ماتش التعادل دوت كنا فرق نقطه بس كان لازم نكسب ماتش المقاولين عندنا في النادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله الحمد لله. معانا اهداف المقاولين. قبل ما اروح للاهداف يا كابتن اسامه، ليله المباراه وفي المحاضره وانت بتتكلم مع اللعيبه، ودي اول مباراه نذيعها ل 2007، كنا الفتره فاتت بنذيع ل 2005 و2003، فقلنا نذيع مباراه زي دي حلوه ل 2007 نبدا ندخل اللعيبه في الاجواء. التحضير النفسي للمباراه مهم قبل التحضير الفني. طبعا هو كان حافز كبير جدا للاولاد ان هيتقدموا بشكل كويس في الماتش ده. الماتش كان مهم بالنسبه لنا، عايزين مكسب. كان في ضغوطات علينا كبيره جدا في الماتش دوت، خاصه ان نادي المقاولين مالوش اي دوافع. يعني هو المركز الثالث لكن مش في المنافسه. لكن بالرغم من كده انت لما تيجي تلعب فرقه ما عندهاش اي دوافع فبتلعب باريحيه. انت اللي مضغوط. فكان ظروف كتير حوالين الماتش ده بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا. الاولاد كانوا رجاله. والماتش ما كانش عايز اكتر من ان احنا نبقى رجاله. وفرقه 2007 لما بيبقى فيه روح قتاليه ورجاله هيكسبوا اي حد في مصر. فالحمد لله. تمام. كابتن ايهاب عبد العاطي المدرب العام، في مشوار البطوله المباراه الصعبه، المباراه انتوا كنتوا كجهاز فني عاملين حسابها قلقانين منها، ولا كل المباريات كلها عندكم واحده؟ يعني بتدوها نفس الاهتمام؟ لا كل مباريات يا كابتن اسامه بنديها نفس الاهتمام. احنا انا في اول موسم كنت مع 2009. فكان كابتن بدر رجب وكاب شوقي صعدوني مع كابتن اسامه زكي. الناس المحترمين جدا بيديني مساحه كبيره جدا في الشغل عشان قاعد ولا لا لا والله دي حقيقه والله العظيم دي حقيقه والله العظيم يا كابتن. وربنا كرمنا في ماتشات كبيره جدا. احنا ماتش المحله في المحله كان ماتش صعب جدا، غيرنا الطريقه اكتر من مره كويس بالتشاور مع كابتن اسامه. جينا الشوط الثاني ربنا كرمنا بياسين عاطف حط الهدف وكسبنا الماتش. الماتش ده كان 6 بونت. وبعد كده ربنا كرمنا بماتشات كبيره الاتحاد عندنا في مدينه نصر، كان في ماتشات يعني صعبه جدا كسبتوه في الاخر مباراه الاتحاد. كان يوميها كابتن اسامه الجو مطر وكان يعني كان الاجواء مش عاديه بس ربنا من علينا برضك بهدف. يعني المباراه كلها كانت صعبه بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا. واحنا برضه يا كابتن اسامه لازم نشيد لينا بمجهود، يعني احنا بنكمل شغل الكابتن خالد بيبو امان. باضافه للكابتن وليد كامل. حاجه صراحه محترمه ان الناس كله بيكمل بعضه. دي حقيقه. كابتن وليد سليمان، كابتن بدر رجب كان بيزي معانا الملعب، كابتن محمد شوقي استفدنا منه كتير جدا في الملعب. اخر المباراه كان بينزل معانا مع كابتن اسامه وبنتشاور كلنا مع بعض. كابتن تامر حفني جه معانا الماتشات الاخيره. والحمد لله رب العالمين، يعني هي دي سمه النادي الاهلي ان احنا ناخد بطوله. يعني ربنا كرمنا وان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه خلينا اروح لك في موضوع كده وتكلمني بكل صراحه. لما اعلنوا تشكيل منتخب مصر 2007 وانت واحد مع الجيل ده بقالك 3 سنين تحقق 3 بطولات، انت مش حافظ لعيبه النادي الاهلي بس، ده انت حافظ لعيبه مصر كلها. زعلت شويه؟ كان نفسك تبقى منتخب مصر طبعا موجود في النادي الاهلي كيان كبير ومنظومه محترمه، لكن كان نفسك برضه تكون موجود من ضمن جهاز الفني لمنتخب مصر 2007؟
والله يا كابتن انا في النادي الاهلي، النادي الاهلي عندي حاجه كبيره جدا طبعا. بس انا طبعا كان ليا يعني طموح ان انا اطلع من خلال النادي الاهلي على منتخب مصر. لكن انا في النادي الاهلي اي مدرب في مصر يتمنى يدرب في النادي الاهلي. فالموضوع منتخب مصر، انا كلنا عايزين نخدم منتخب مصر، احنا بنخدم النادي الاهلي وانا عايز اخدم منتخب مصر. فهو تكليف ان انا او مسؤوليه ان انا اكون في منتخب مصر، ان انا اخدم منتخب مصر. فهم القائمين طبعا على المنظومه بقياده الكابتن علاء نبيل. انا طبعا يعني انا بعز الكابتن علاء نبيل جدا ومن الناس المحترمه. الاختيارات انا ما اقدرش اقول ان الاختيارات يعني جانبها الصواب او الخطا، لكن انا كنت عايز اخدم منتخب مصر. لكن في الاخر في منظومه محترمه وفيها طبعًا كل طبعًا الامكانيات. طبعا 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 انا في النادي الاهلي. انا في النادي الاهلي عندي طبعا منتخب مصر حاجه كبيره جدا، لكن انا موجود في النادي الاهلي بفضل الله الحمد لله رب العالمين. انا كان نفسي بس ان انا اخدم منتخب مصر من خلال النادي الاهلي. انا بقالي 3 سنين باخد البطوله، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انا بجتهد بس. لكن ممكن السنه دي ما كنتش اخد البطوله، لكن فضل ربنا عليا ان احنا خدنا البطوله. ويمكن الكابتن بدر رجب في اول السنه هو اصر ان انا امسك اكمل معاه. يعني انا كنت يمكن اعتذرت، قلت كابتن بدر معلش كفايه كده سنتين. لان الاولاد فعلا تشبعوا مني. وانا عايز اشوف تحدي تجربة جديدة مع تحدي جديد. لكن الكابتن بدر بصراحه اصر ان انا امسك فرقه 2007، لان هو كان ليه بعد نظر ان انا ممكن احقق انجاز ما اتحققش قبل كده. تمام. عايز اتكلم عن اللعيبه، وانت يعني قريب من اللعيبه، بتتكلم في 3 سنين حفظتهم وعارف امكانيات كل واحد. النهارده بعد البطوله ما خلصت لازم بقى اخد منك كل مره اجيبك. طبعا تقول لي بلاش اتكلم بالاسماء عشان اللعيبه ما تزعلش. النهارده بقى معاك المجال تتكلم مع اللعيبه كلها، ابرز اللعيبه الموجوده، خاصه انا من خلال متابعتي ل 2007 انا حفظت اللعيبه. لما طبعًا تتكلم عن واحد زي اياد تامر حارس المرمى، ما شاء الله حارس موهوب ما شاء الله، تتكلم عن اياد مدحت المساك موهوب، زياد وائل المساك موهوب. انا مش عايز انا اتكلم، هسيبك انت بقى تقول. فريق 2007 من خلال 3 سنين طبعا، ياسين عاطف، محمد هيثم. يعني غير يعني انا بعتبرها احسن فرقه في مصر. الفرقه دي واخده جرعات تدريبيه على اعلى مستوى بفضل الله. وكل خط من خطوط الفرقه فيها لعيبه مميزه بشكل كبير، ولاعيبه تقدر تمثل منتخب مصر. محمد عاطف ده لعيب هايل. طبعا محمد عاطف انا 18 ده. انا غيرت البوزيشن بتاعه. يمكن محمد هنا باك رايت. محمد انا غيرت البوزيشن بتاعه من باك رايت لنمره 6. ويمكن نمره 6 اجاد في 6 اكتر كمان من باك رايت. فاللعيب لما يكون عنده مرونه تكتيكيه بالشكل ده، ان هو بيلعب في اكتر من مركز وبيلعب سيرد باك. فده بيفيد النادي وبيفيد المدرب وبيفيد منتخب مصر. عندنا في كل خط من خطوط يا كابتن، من اول حراسه المرمى لغايه راسات الحرب او الخط الامامي، لعيبه مميزه في كل خط. عندي اياد تامر من احسن حراس المرمى في مصر. وعندي ياسين محمد برضو من 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 من, من الحراس الكبار جدا. وعندي محمد السيد برضو من الحراس الواعدين. عندي في الخط الخلفي عندي اياد مدحت، ده يعتبر احسن سيرد باك في مصر. وعندي زياد وائل من ده روح قتاليه عاليه. زياد وائل ده قلب الاسد، انا كنت مسميه قلب الاسد السنه. عندي محمد السيد ده برضو من اللعيبه، يعني انا بعتبره خليفه محمد عبد المنعم. لعيب كبير ولعيب كويس. في اخطاء بس انا بيتعلم. واعد. لعيب واعد، لعيب كبير. عندي في حته الباك رايت عندي محمد عاطف. وعندي كريم عمرو. عندي في الباك ليفت ثلاثه عندي كريم عيد. وعندي مازن هاني. وعندي ادم. الكابتن ايهاب يفكرك برضه ادم طارق لو حد وقع. لا اصل انا مربيهم، بس انا الاسماء مني. الاسماء مهند يا كابتن اسامه طلع معايا. مهند الشيمي. عندي مهند الشيمي في 2008 هاجي اتكلم عليهم. مهند الشيمي ده يعني مش عارف ازاي. طب سيبك تكمل. كانوا الولاد محضرين الشماريخ بقى والفرحه والاحتفالات بعد المباراه، كانهم متاكدين انهم هيكسبوا. والله انا فوجئت بالكلام ده. كابتن ايهاب. ايوه كابتن. يعني بعد لا هم فعلا محضرين يا كابتن اسامه من قبل المباراه، حتى الزان بعد الماتش. قال لي يا كابتن ايهاب انا عايز الشماريخ، وانا واقف انا والكابتن شوف. فحتى الكابتن شوف شغاله ولا ايه؟ لا بعد المباراه. بعد المباراه ربنا كرمنا كابتن اسامه وكسبنا، هو محضر الشماريخ. حتى هم ما كانوش عايزين ينزلوه عشان الامن. فانما كابتن شوف قال خلاص لا ننزل طبعا فرحه. وهي دي سمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمنا يعني بطوله غاليه.
والحمد لله كان نفسي هنا اتحاد الكوره وقلتها طبعا. قلت طبعا. هنا بوجه عتاب ولوم للمسؤولين التكريم بتاعهم التكريم طبعا. النهارده انت طبعا. عندك بطوله بالزبط. وبعد البطوله عارف النادي الاهلي هيكسب وعارف او نادي انبي هيكسب بالزبط. هنا وهنا جاهز ميداليات جاهز صح. كاس مزبوط. عضو من اتحاد المصري كره القدم يكون موجود في الملعب يسلم الولاد تبقى ذكرى حلوه الولد ده لما يكبر في يوم من الايام يبقى نجم طبعا. يلاقي صورته وهو صغير وبيتوج بطوله الجمهوريه بالزبط. انا عايز بس اكمل يا كابتن طبعا اللعيبه عشان بس مش يزعل طبعا. طبعا عندي في طبعا مهند الشامي صعدته من 2008 لعيب كويس قوي ليفت هايل 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 صعدت برده حمزه الدجوي وصعدت بلال وصعدت حمزه عبد الكريم وسيف كان معايا على طول سيف في نص الملعب برده كان معايا على طول والولاد في اخر ماتش وعمر كمال طبعا عندي في نص الملعب بقى يمكن احسن نص ملعب في مصر عندي محمد رأفت ده بعتبره مودريتش لعيب كبير عندي حازم عاشور وزيدان ناجح وعندي بقى في الخط الامامي يبقى برده لعيبه مميزه جدا احمد الشيخ ياسين عاطف احمد الشيخ لعيب هايل لعيب كويس طبعا ياسين عاطف تاحه مصطفى بهجت محمد اشرف عصام محمد اشرف كان الورقه الرابحه تنزل شوط ثاني بس هو يعني ايه جه في الاخر كده قال لي كابتن عايز ابتدي قلت له يا ابني انا بنزلك في الوقت اللي انت بتلمع فيه هو طبعا اولاد في السن طبعا صعب لا عايز ابدا فقلت له انا عارف الوقت اللي انت تنزل فيها تبقى كويس عندي تاحه وعندي طبعا جه اضافه لينا محمد هيثم فاللعيبه طبعا جبنا لعيبه السنه دي برده من الاختبارات كويس. ما خدوش فرصتهم بشكل كبير لكن ان شاء الله باذن الله هيخشوا في منافسه السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن ايهاب وانت بتتكلم قلت لي ان احنا بنغير طريقه اللعب فتلاقي اللعيبه عندها استجابه مهم قوي في التمرين انك تحفظ الواد في السن الصغير ده كذا اسلوب بالظبط طريقه 4 2 3 1 4 3 3 مهم جدا بالظبط يا كابتن احنا كنا كذا مره مع كابتن اسامه كنا احنا بنلعب بطريقه 4 2 3 1 فجينا لما بنيجي نعمل الزياده العاديه على ماتش المحله ده غيرنا الطريقه من 4 2 3 1 ل 4 4 2 لعبنا باتنين فرادة كانتاحة ومحمد اشرف وبعد كده اشتغلنا على الجنبين ياسين عاطف وكان الشيخ ربنا كرمنا احنا طبعا الكابتن اسامه بيحفظ انا بتكلم طبعا. عشان الدرجه الاولى لما ولد بيتحفظ كذا طريقه وكذا اسلوب لما يطلع الدرجه الاولى ما ليش الصعوبه يبقى هو خلاص اتعود في الناشئين دي حقيقه يا كابتن اسامه احنا يعني احنا بنشتغل اكتر من مره في التمرين على كذا طريقه 4 2 3 1 4 4 2 3 4 3 لما يكون مثلا انت عارف معظم الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بيلعبوا زون نص ملعب ومفيش ناحيه هجوميه فساعات كان الكابتن يقوم لاعبين ثلاثه ورا والحمد لله الاولاد كلهم مستجابين يعني الطريقه دي او الطريقه دي او الطريقه دي والحمد لله ربنا التخصصي مهم في المرحله السنيه الصغيره دي يا كابتن دي حقيقه كابتن اسامه كان على طول هو كان بيشتغل مع نص الملعب والفراوده تاخد انت بتشتغل الديفنس وساعات كان بيجيب لي الديفندرات يعني الاربعه اللي ورا المساكين والاثنين الباكات ويجي مثلا محمد رأفت او عاطف لو ايه هيشتغل في نص الملعب احنا كابتن اسامه ما شاء الله السنه دي احنا اقوى خط دفاع يعني احنا في البطوله او ما شاء الله احنا اقوى خط دفاع وثاني اقوى خط دفاع ثاني اقوى خط هجوم بعد ام فالحمد لله احصائيات كويسه جدا طبعا احنا اول خط دفاع عندنا اياد الحارس اياد تامر حاجه هايل يعني حاجه ما شاء الله بعد كده زي ما انت تفضلت وكابتن اسامه اياد مدحت على محمد السيد على زياد وائل على الباكين كريم معمر وكريم معيد لا حاجه محترمه جدا ان شاء الله كابتن الفرقه بتاعتنا فرقتنا 2007 لا في ناس تطلع ان شاء الله الدرجة الأولى ان شاء الله في المستقبل لا ان شاء الله باذن الله كابتن لا في ناس كتير تطلع الفريق الاول ويكونوا مبشرين بالخير مع الفريق الاول ان شاء الله باذن الله تمام كابتن اسامه لما جت اصابه تاحه جت في وقت صعب طبعا وزعلت انت واتضايقت لكن وتاحه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا ولعيب موهوب محمد هيثم برده عوض غياب تاحه طبعا تاحه من احسن راس حربه موجود في مصر يمكن احسن راس حربه موجود في مصر والاثنين لما كانوا بيلعبوا مع بعض عاملين ثنائيه جامده ملعبهم تقريبا ماتشين مع بعض يمكن جيدو مدرب من زد 2007 سال على تاحه في البطوله في البطوله مدرب الاجنبي وعرف ان هو مصاب وزعل جدا عليه ويمكن كلمني حصل حوار بينه وبينه قال لي ده احسن راس حربه في 2007 يعني الراجل بيحبه جدا لكن محمد هيثم الى حد ما والخط الامامي كله ياسين عاطف مع مصطفى بهجت محمد اشرف احمد الشيخ عصام الناس دي عوضت وجود تاحه واحنا في الشغل بتاعنا ما بنعتمدش على القدرات الفرديه بتاعه اللعيب احنا بنعتمد على الشغل الجماعي زائد برده القدرات الفرديه بتاعه بعض اللعيبه بدليل الحمد لله ان بعد تاحه برده كملنا
وخدنا البطوله بفضل الله الحمد لله. كان من المباريات اللي الصعبه كانت مباراه اهلي وزمالك. فاكر المباراه دي؟ المباراه اللي انت كسبتها او تاح احرز فيها الهدف مع صفاره الحكم. ده كان ماتش صعب جدا، يمكن كان الاداء كان سيء جدا طوال الماتش، لكن احنا كنا مصرين ان احنا نكسب. فضل ربنا علينا، كان يمكن في الدقيقه 93 تقريبا، في الوقت الضائع 93 يوسف عبقاوي عمل اسيست هايل. انا نسيت يوسف عبقاوي هيزعل. يوسف عبقاوي ده من اللعيبه كويسه جدا. معلش يا يوسف بقى عشان هو بيزعل. يوسف لا، يوسف لعيب كبير. يمكن عمل اسيست لتاحه وقدرنا نكسب الماتش ده 1-0. وانا يمكن كنت مع حضرتك هنا، ان حد من نادي الزمالك قال لي يعني انتوا بتكسبوا ازاي الدقيقه 90. فقلت له تعالى اعمل معايشه. طب انت كعبوكوا عالي على نادي الزمالك في الجيل 2007. يعني من وقت ما توليت القياده الفنيه. لا ده انا من البراعم. من البراعم انا بفضل ربنا عمري ما خسرت من نادي. يمكن لعبت مع نادي الزمالك 7-8 ماتشات كسبتها على طول من اول، يمكن كان بدايتها من دوره زد. لكن نادي الزمالك بفضل الله احنا بنكسبه على طول في الـ في الـ في 2007. فاحنا كعبنا عالي فعلا عليه. كعبنا عالي على على نادي الزمالك في الجيل ده. طيب عشان بيبلغوني دلوقتي الاهلي يتوج بالسوبر الافريقي في كره اليد. النتيجه كم يا شباب؟ 23-21 ويصعد الى كاس العالم للانديه. تاني، الاهلي يتوج بالسوبر الافريقي على حساب الزمالك 23-21 لكره اليد رجال ويصعد الى كاس العالم للانديه. كسبنا، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. ولا هتلاقوا احتفالات زياده، ولا هتلاقوا اعضاء مجلس اداره هنا، ولا رئيس النادي هنا، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. كابتن ايهاب، مباراه المقاولين كانت مباراه صعبه ومهمه، والتحضير للمباراه زي دي نفسيا مهم. انت النهارده نازل هتكسب تاخد البطوله، تتعادل ممكن البطوله تروح لان اللعيب بيلعب على ملعبه لكن بيلعب تحت ضغط. التحضير النفسي قبل الفنيات اللي الكابتن اسامه بيقولها في المحاضره والكرات الثابته كل الكلام ده مهم جدا، وده بيبقى دور المدرب العام المساعد بقى بالزبط. ازاي يبدا يتكلم مع اللعيبه؟ احنا كابتن قبلها يعني طول الاسبوع كله اشتغلنا على الجانب النفسي. غير كده طبعا قعدنا مع اللعيب قبل المباراه، لازم يا جماعه الماتش عندنا في ملعبنا. احنا خلاص نازلين النهارده المقاولين العرب ما عندوش حاجه هيبكي عليها غير هم بيلعبوا على المركز الثالث، والماتش بالنسبه لهم يعني مش يعني ملوش اي دوافع. انما احنا النادي الاهلي احنا عايزين ننزل، عايزين ناخد 3 بوينت. وبالفعل يا كابتن اسامه ربنا كرمنا ونزلنا، كنا عملنا ماتش كويس جدا، ضغطنا فرقه المقاولين العرب بتوجيهات من الكابتن اسامه وكلنا كجهاز فني. اهم حاجه توجيهات الكابتن اسامه. لا على كابتن اسامه الله، يعني الناس المحترمين الناس اللي بحبهم. انا الحمد لله برضك ان انا متواجد معاه السنه دي، هو ما شاء الله واخد البطوله 3 سنين. كنت انا فخور جدا ان انا متواجد معاه. انت اول سنه ليك السنه دي في التدريب في قطاع الناشئين؟ لا كنت من سنتين جيت مع كابتن فتحي. وما حصلش يعني ما جيت شهرين. بس السنه دي استمراريه. السنه دي استمراريه. كان برضك يعني كابتن بدر رجب هو بصراحه بعد ربنا سبحانه وتعالى دخلني النادي. ان الكابتن بدر انا برضك هو مربيني في النادي وانا مش غريب عليه، مش غريب على النادي الاهلي. كابتن احنا طبعا انت عارف يعني احنا كابتن متربيين سوا. عشان بس برضه الكابتن عبد العاطي كان معاه، كان في فرقتي واحنا في الناشئين، واحد كان من كباتن الفريق حبيبي، كان نص ملعب لعيب جامد جدا حبيبي يعني. كابتن اسامه ده شرف ليا طبعا يعني عشان نديله حقه. لا ايهاب من الشخصيات المحترمه ويمكن جالي هو في نص الموسم، لكن يمكن كان في اختيارات بين كذا مدرب. وانا مقتنع بشخصيه وقدرات الكابتن ايهاب، فساعدني كتير كويس. وانا من النوع العصبي فهو برضه استحمل لي كتير معلش. لا لا بالعكس في الجهاز الفني تبقى حاجه مهمه. الحمد لله حبيب. بشكر الناس كلها طبعا، من اولهم الكابتن وليد سليمان طبعا ساعدني كتير ودعمني كتير. كابتن محمد شوقي طبعا ما كانش بيسيبني في الملعب وبره الملعب، يعني كان دوره كبير قوي معايا. كابتن بدر رجب طبعا برضه يعني انا عايز اقول الكابتن بدر قيمه كبيره ومكسب كبير، مش لقطاع الناشئين في النادي الاهلي بس، لا ده مكسب كبير لمصر كلها. مصر يمكن الكابتن بدر كان بيمدني بالخطوط العريضه. طيب احنا معانا دلوقتي هنا اللقطات الاخيره في مباراه الاهلي امام نادي الزمالك وتتويج النادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقي لكره اليد رجال. شايفين معانا هنا فرحه الكوماندوز لاعبي النادي الاهلي لكره اليد رجال، فرحه كبيره جدا، وهم ابطال دي خلي بالكم للسنه الثالثه على التوالي ان شاء الله ابطال السوبر الافريقي.
وبالبطوله دي الاهلي بيلعب كاس العالم للانديه لكره اليد. مبروك لرجال كره اليد، مبروك لمنظومه النشاط الرياضي، مبروك للكابتن خالد العوضي، مبروك للجهاز الفني للاعبين، مبروك للكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. ف عايز كنت بكمل على دور الكابتن بدر رجب. دوره كان كبير جدا في 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 في, في قطاع السنه دي. تعليماته وخطوط العريضه اللي كان بيديها لي بالنسبه للشغل كويس، واصراره ان انا امسك للسنه الثالثه على التوالي. فانا بشكره. فرقت النقطه دي طبعا. انا ما كنتش انا ما كانش في دماغي. انا كان في دماغي اول السنه سنتين وانا الاولاد تنقل مع فرقه ثانيه سن ثاني، الاولاد عندك تحدي ثاني. بص يا كابتن، الاولاد في السن ده بتزهق. انا بقالي معاهم دلوقتي اكتر من 30 شهر فبديهم شغل. فالاولاد تشبعوا وانا عايز اشوف تحدي تاني، لكن الكابتن كان مصر ان انا امسك الفرقه الثالث موسم، وكانت يعني كان ليه بعد نظر ان انا اخد البطوله بفضل الله للسنه الثالثه على التوالي. فبشكره من خلال حضرتك لاصراره ان انا اعمل الانجاز ده، وانا ما كانش في دماغي ثالثه او رابعه او خمسه، لا انا كنت عايز تحدي جديد مع فرقه ثانيه. لكن هو كان اصر على وساعدني كتير طبعا خلال الموسم. كويس، دي حاجه. الحاجه الثانيه الكابتن تامر حفني انا اشكره، لان هو من بدايه التصفيات النهائيه، لان هم خدوا 10 فرق كان مصاحب معاكم على طول. انا 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 طلبته بجد، لان الكابتن تامر حفني يعتبر الاب الروحي لفرقه 2007، فساعدني كتير كمان في الحته اللعيبه دي وهو هم صغيرين. الحته النفسيه ساعدني كتير الكابتن تامر حفني. انا عاجبني يا كابتن ايهاب، كابتن اسامه، الروح الجمعيه الحلو طبعا. يعني النهارده لما بتتكلموا على الكابتن بدر، الكابتن طبعا وليد سليمان يعني بنعزي يعني عشان وفاه والده، كابتن وليد، الكابتن بدر، الكابتن محمد شوي، كابتن تامر حفني مدير البراعم وهو جاي معاكم وموجود في الماتشات ويسافر معاكم طبعا، وكانها روح كابتن تامر يعني عائله واحده. كابتن اسامه انا طلبته، انا طلبت من الكابتن بدر ان الكابتن تامر يبقى مصاحبني في الماتشات الاخيره دي بالذات، وكان معايا في دوري زد. انا اللي طلبت الكابتن تامر، والكابتن تامر ما تاخرش عنه، لان انا عارف مدى ارتباط الاولاد دي بالكابتن تامر، ونفسيا هو بيعاملهم ازاي من ايام ما كنا في البراعم، من ايام ما خدنا دوري زد. فهو ساعدني كتير، لان في مشاكل كتير كان بيحلها لي. طب كويس. انا كنت في الملعب، وفي الملعب ساعدني كتير، بس هو في بره الملعب كمان بيفضلك دماغك عشان الامور الفنيه. كان دوره كبير جدا. فبشكر الكابتن تامر برضو من خلال حضرتك على الدور اللي قام بيه. تمام. كابتن ايهاب، في مشوار بطوله الدوري في صعوبات قابلتكم، ممكن بتروحوا تقابلوا فرق في ملاعب مش كويسه. طبعا عندنا في النادي الاهلي افضل الملاعب، افضل الامكانيات، تلاقي اعمار سنيه كبيره، التسنين، التزوير، كل الكلام ده. اكتر حاجات صعوبات قابلتكم في بطوله 2007 كانت ايه؟ اكتر صعوبات يا كابتن ان احنا برضك زي ما انت بتقول يا كابتن اسامه، احنا بنروح نلعب فرق بتلاقي الفرق بين المراحل السنيه في ناس، انا مش عايز اتكلم في النقطه دي طبعا عشان ما حدش يزعل، اعمار سنيه اكبر جدا، يعني ممكن تلاقي مثلا مواليد 2001 ممكن يلعب مع 2007 وتبقى باينه جدا يا كابتن اسامه. يعني احنا مثلا ايامنا لما كنا بنلعب يا كابتن اسامه ما كانش فيه الكلام ده، كنت ممكن تلاقي واحد في الجيل كله واحد او اثنين او اثنين، انما دلوقتي يا كابتن اسامه الموضوع لا مش يعني دي حاجه لازم اتحاد الكوره يشوف لها حل، لان طبعا اللعيب بيبقى مظلوم لما تلاقي لما لعيب الكوره يلعب قدام 3-4 الفوارق السنيه 4-5 سنين، لا ما قوه وسرعه ولا الموضوع مختلف جدا. فالموضوع كبير، واحنا كنا بنشوف الكلام ده وكابتن اسامه موجود بتلاقي لعيبه كابتن اسامه في الملعب، لا ناس كتيره جدا في الملعب، اكتر من 4-5 لعيبه قدام النادي الاهلي كبار في السن. انت عارف يا كابتن اسامه بعد اذن الكابتن ايهاب، هي انا كنت بعاني منها من سنتين لكن دلوقتي يعني القوه لما زادت والسرعه يعني خلاص. انا بادئ بالفرقه دي كان 14 سنه، ويمكن انا اتكلمت مع حضرتك لا المسنن فرق قوه وسرعه بيبان، بدليل ان في فرق بدون داعي لذكر اساميها احنا كنا رايحين نلعبها واحنا عارفين ان ال11 لعيب مزورين او مسننين، وانا كان الاجسام بتاعت اللعيبه بتاعتي لكن دلوقتي خلاص، لكن دلوقتي 17 سنه يلعب درجه اولى تمام، فمش باينه قوي ما تبانش قوي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه، والف الف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، وسعيد ان انا موجود معاك ودايما وشك حلو عليا، واحنا دايما مساندين ليك حبيبي يا كابتن، خاصه في 2007 كنا دايما في ظهرك. طبعا طبعا. يمكن كابتن اسامه على طول انا بشكر حضرتك، لا يا كابتن انت على طول كنت في ظهري، وفي الماتشات الاخيره كنت بتتصل بيا قبل وبعد. فبشكر حضرتك على دعمك ومساندتك ليا بشكل شخصي ومساندتك لفرقه 2007. ربنا يكرمك، شرفتنا ونورتنا يا كابتن ايهاب، ومتالق دايما، والف الف مبروك. اسامه انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك، والمره الثانيه احنا بننزل البطوله اللي الكابتن
كابتن خالد بيبو طبعا وكابتن وليد سليمان وبنعزي طبعا في وفاه والده رحمه الله عليه، وكابتن شوقي وكابتن بدر رجب، الناس دي كلها ما يعني ما والله كابتن اسامه ما قصروش معانا خالص. الجهاز الفني كله بالكامل معانا طبعا. طب قولوا لنا اخيرا الجهاز الفني اسمائهم عشان برضه محدش يزعل. طبعا دور الكابتن عماد عبد الهادي طبعا. انا خلي بالك عماد عبد الهادي شعله نشاط طبعا. ده حاجه جميله اداريا طبعا. دكتور حازم دكتور الفريق كابتن عدنان درويش ده بقاله معايا 3 سنين المعد البدني، ده حاجه كفاءه عاليه جدا. دكتور عبد الرحمن مكي عم دوشمه عم شعبان، الناس كلها يعني انا بشكرهم. كابتن اسامه انا اسف كابتن اسامه ابو هاشم مدرب الحراس. وبشكر الكابتن احمد ناجي طبعا. ده كابتن احمد ناجي دوره كان كبير جدا مع اياد ومع حراس المرمى في النادي الاهلي. كابتن عبد الرحمن مكي اخصائي التدليك. كابتن عدنان سمير مخطط الاحمال والاعداد البدني. كابتن اسامه مدرب الحراس. الدكتور حازم عبد الرحمن طبيب الفريق. كابتن عماد عبد الهادي الاداري ده كان بيدينا كل المعلومات وكل التشكيلات وكل حاجه. كابتن اسامه ابو هاشم مدرب حراس. في حاجه بس يا كابتن اسامه، الفرقه كلها يمكن انا في ماتشات كتير انا كنت في حارس مرمى عندي توفى اسمه احمد العوضي. احمد عوض الشاعر ده من دمياط، يمكن كان معايا من 2 سنين وتوفى. ووالده كان بيساندني كل ماتش، لدرجه كل ماتش في رمضان كان بيدعي لي وبيدعي للفرقه انها تكسب. وقلت له ان شاء الله باذن الله احنا هناخد البطوله، وفي برنامج مع الكابتن اسامه اكيد ان شاء الله باذن الله هيستضيفني وههدي البطوله ديت لروح احمد عوض الشاعر فقيد الشباب، يعني من الناس الجميله. وانا بقول لوالده على الهوا اهوت انا ما نسيتش احمد ووفيت بوعدي. انا بشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم دايما التوفيق. نروح لفقرتنا الثانيه، الفقره الحواريه ايضا مع لاعبه 2007 برضو، اتنين من نجوم فريق 2007 اللي توجوا ببطولة الجمهورية، محمد هيثم وأحمد الشيخ، ولكن بعد الفاصل. ألف مبروك يا كابتن، ألف مبروك، ألف مبروك. الحمد لله. أكيد الفرحة حلوة، مبروك للنادي الأهلي للمرة الرابعة في التاريخ والثالثة على التوالي الأهلي يفوز ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب نادي الزمالك 23-21 ويتأهل إلى كأس العالم للأندية. أرحب بضيوفي، ضيوف الفقرة الثانية، اثنين من اللعيبة المميزين جدا أبطال الجمهورية في كرة القدم مواليد 2007، اثنين تألقوا في مشوار البطولة. محمد هيثم منورنا يا محمد. حبيبي يا كابتن، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس يا كابتن. ايضا لاعب فريق 2007 بالنادي الاهلي احمد الشيخ. ازيك يا كابتن؟ اخبارك يا ابو حميد؟ كله كويس الحمد لله. كل سنه طيب. حضرتك طيب. نبتدي بمحمد هيثم. محمد، عايزك تعرف نفسك بالجمهور ومركزك ايه وتقول للناس يعني. انا اسمي محمد هيثم، لعيب في فريق النادي الاهلي 2007، وانا مركزي مهاجم. مهاجم. قول لي بداياتك في كرة القدم يا محمد. أنا ابتديت من وأنا صغير، رحت نادي الزمالك لعبت هناك 5 سنين. بعديها في نص الموسم رحت انتقلت لنادي زد، قعدت هناك سنة. وبعديها ابتديت رحلتي الاحترافية ورحت نادي فيتوريا البرتغالي، قعدت هناك حوالي 1.5 سنة. وبعديها رجعت على الأهلي. انضميت للنادي الأهلي من حوالي 3-4 شهور. أيوة مظبوط. في الثلاث أربع شهور ما شاء الله محمد هيثم تأقلم بسرعة. تلعب دلوقتي مع فريق 2000، انت مواليد 2007، لعبت مع 2007 ولعبت مع 2005، ما شاء الله سجلت هنا وسجلت هنا. ايوه الحمد لله طبعا، انا زمايلي والمديرين الفنيين كلهم ساعدوني ان انا اتاقلم بسرعه، ما حسونيش ان انا غريب عن الفرقه، والحمد لله قدرت انا اتاقلم بسرعه وقدرت اهدف مع الفرقتين الحمد لله. من المباريات المهمه واحنا بعرضها دلوقتي يا محمد،
دي مباراه انبي كانت في الجوله قبل الاخيره في بطوله دوري 2007، والمباراه دي كانت مباراه حاسمه وفصيله في مشوار الدوري. كلمنا عن الهدفين وكلمنا عن المباراه دي بالاخص. احنا طبعا كنا مجهزين للماتش ده من قبلها باسبوع من بعد دوره زد على طول، واحنا طبعا عارفين اهميه الماتش ده، وان احنا بالذات ان هم الماتش الاخير هم خسروا، فاحنا عارفين لو كسبنا الماتش ده او تعادلنا بنسبه كبيره هناخد الدوري. فالحمد لله ربنا قدر يكرمنا، قدرت اسجل هدفين الحمد لله. يعني عايز اقف قدام الهدف ده، الهدف الثاني ده واحد من الاهداف الحلوه اللي فيه مهاره عاليه جدا. الحمد لله طبعا يا كابتن، توفيق من عند ربنا. بص الهدف معنا، لو سمحت يا سمير عايزك تجيب لي الهدف ده واحده واحده، رميه التماس، انا عايز اجيب الاستلام بتاعه والدوران عشان عايزه هو يشرح لي ويكلمني عن الهدف الحلو ده. اتفضل اتفضل يا حمد، اتكلم لما يحضره. حاضر. معانا اتفضل. هو طبعا اتلعبت الاوت وبعديها حازم زحلقها لي بدماغه، وانا قدرت استلم. انا كنت شايف ان هو سايب مساحه في ظهري، فقدرت استلم والف ولبتها في الضيقه، في الزاويه الضيقه عند الجول. الاستلام في الزاويه الضيقه دي استلام حلو، تاخدها هنا، بص بتاخدها هنا بكعب رجلك في في المساحه ده، يعني استلام بمهاره عاليه. ايوه الحمد لله ربنا وفقني في الكوره دي وقدرت ان انا اسجل الجون. الحمد لله. كويس. انت ايه، انت المفروض انت راجل مهاجم، انت بتتكسف ولا ايه؟ لا طبعا. طيب احمد الشيخ، عايزك تعرف برضو نفسك للجمهور يا ابو حميد. انا احمد مركزة. الشيخ بلعب في اكتر من بلعب اكتر من مركز عامه، بالذات الدوري السنه دي لعبت في اكتر من خمس مراكز. ايه المراكز اللي الكابتن اسامه كان بيوظفك فيها؟ انا لعبت هاف شمال، هاف يمين، باك يمين، لعبت 10 8 6، يعني لعبت حاجات كتير. واكتر مركز انت بتحبه ايه؟ انا اكتر مركز بحبه هو مركزي القديم اللي هو هاف شمال. بس ظروف بقى الدوري وظروف كده خلتني العب في كذا مركز، والحمد لله قدرت ان انا انفذهم كويس. تمام. صاحب الهدف الاول في مباراه المقاولين، وهدف من الاهداف الحلوه واحنا بنستعرضه من شويه، ده الهدف اللي بيقولوا يعني اداكوا ثقه في في مباراه المقاولين الصعبه، مباراه التتويج بطوله الدوري. احنا الجون ده كنت واخد تعليمات قبلها بيوم او يومين من كابتن شوقي اللي انا المفروض اكمل على الجون من قدام، وبرده تعليمات كابتن اسامه وكابتن بدر اللي احنا برده كابتن وليد اللي احنا كنا المفروض الماتش ده نكسبه عشان ده ماتش الدوري. هو انتوا المفروض تعلوا صوتكم، انتوا لعيبه جامده. هو هم كانوا بيكلموا بيكلمونا الاول على ماتش انبي اللي هو ماتش الدوري. بعديها اللي حصل في ماتش انبي. خلي بالك واحنا بنتكلم دلوقتي بنعرض ابرز لقطات احمد الشيخ معانا على الهواء دلوقتي. اتفضل يا ابو حميد. احنا ماتش انبي تعادلنا فيه، فكان لازم نكسب ماتش المقاولين عشان ناخد الدوري. فالاسبوع كله كان كابتن شوقي وكابتن اسامه وكابتن بدر وكابتن وليد كانوا بيكلمونا على اهميه الماتش ده واهميه الدوري اللي احنا ناخدها ثالث سنه. معانا ابرز اللقطات ليك وانت احنا بنتفرج كده، عايزك دي اللقطات دي كانت في بطوله زد الدوليه صح كده؟ كله لعب. انت بتسجل اكتر ولا بتصنع اكتر يا ابو حميد؟ لا انا بصنع السنه دي اكتر. السنه دي بتصنع اكتر عشان بتلعب على الطرف. طب دي مباراه ايه دي؟ دي مباراه زيد صح؟ مباراه زيد. اصعب مباراه كانت لكم في الدوري يا محمد هيثم؟ طبعا اصعب مباراه السنه دي ماتش انبي. ماتش انبي اخر ماتش ده. ايه سبب صعوبه المباراه بقى؟ لان احنا الاثنين بننافس على الدوري، لو هم كسبوا كانوا كسبونا الماتش اللي فات كانوا بنسبه كبيره برده خدوا الدوري. هم خدوا الدوري عشان كسبوا في المباراه الاخيره. كسبوا في المباراه الاخيره برده. واحنا لو برده نفس الكلام، لو احنا كسبنا كنا نكسب الماتش اللي بعديه نكسب الدوري، وكمان الماتش كمان في ملعبهم، فده صعب الموضوع اكتر. بس احنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه وقدرنا ان احنا نكسب الدوري. تمام. بقالك كام شهر في النادي الاهلي؟ ده ثالث شهر تقريبا. ثالث شهر. في الثلاث شهور دول اتعلمت ايه؟ تعلمت طبعا ان النادي الاهلي غير اي فرقه، ان النادي الاهلي دايما لعبت في الزمالك، لعبت في زد، لعبت في فيتوريا، لكن النادي الاهلي مختلف. لا مختلف طبعا، ان هو نازل كل ماتش ما عندوش مبدا الخساره، ده الخساره دي ما يعني ما ينفعش تخسر، اللي هو الماتشات كلها لازم تكسبها، وحتى التعادل المدربين واللعيبه ما بيبقوش راضيين حتى بالتعادل، لازم كل ماتش تكسبه وان طبعا تلعب لاخر دقيقه طبعا. في مباراه انبي بعد ما كنت بتسجل كل هدف بتروح وكنت بتتكلم مع زمالك اللعيبه في الملعب، كنت بتقول لهم ايه بحماس بقى؟ بقول لهم ان احنا لازم نكسب الماتش ده وان شاء الله هنكسب، وان احنا احسن، وان شاء الله ان احنا نقدر نكسب الماتش ده عشان نكسب الدوري.
احلى هدف سجلته السنه دي كان مع 2005 او 2007 كان هدف في مباراه ايه؟ كان لا احلى هدف هو بتاع ماتش امبي الاخير، ماتش امبي اللي خدتها بكعبك، ده احلى هدف السنه دي ليه. تمام. احمد الشيخ بقالك كام سنه في النادي الاهلي يا ابو حميد؟ انا تقريبا بقالي 12 سنه في النادي. 12 سنه؟ انا لعبت في الاكاديميه الاول، بعديها طلعت الناشئين وكملت بقى. انت جيت دخلت النادي الاهلي ازاي؟ يعني او تم اختيارك ازاي، من اختبارات ولا حد شافك في مكان؟ انا بداتها في الاكاديميه، بعديها دخلت الاختبارات بتاعت الناشئين، وساعتها كابتن تامر حفني شافني وخدني وكملت الحمد لله في الناشئين من ساعتها. ومين المدربين بقى اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ من وانا صغير؟ كان في كابتن زيزو، هو ده اول كابتن كان معايا، بعديها كابتن اسامه زكي، وبعديها كابتن ياسر محمدين، ورجعنا تاني لكابتن حسين شكري وكابتن اسامه زكي، ومن ساعه بقى ما وقفت مع كابتن اسامه زكي واحنا بناخد الدوري. مين اكتر مدرب اثر فيك وتعلمت منه في النادي الاهلي؟ طبعا اكيد الكل اتعلمت منهم، لكن في مدرب اكيد يعني ساب فيك بصمه. هو كابتن بدر كان بيكلمني على اساس ان انا ابنه كتير قوي، فتعلمت اللي هو مهما حصل المفروض اركز بس في مستقبلي وفي الكوره وكده، وان ربنا كده كده بييسرها والدنيا بتبقى كويسه. تمام. عايزين نجيب، سمحت مخرجنا سمير وكشة، عايز اجيب الهدف الاول في مباراه المقاولين اللي احنا اللي انت بتستعرض منها بعض اللقطات دي، الهدف الاول عشان عايز احمد الشيخ صاحب الهدف وصاحب يعني ده اللي فك المباراه في مباراه الاهلي والمقاولين يكلمنا عن الهدف وتمركزه في مباراه طيب هيجيبوا لنا الهدف ده، قول لنا بقى الهدف ده يا ابو حميد. انا كنت بلعب هاف يمين، فنص اللعب الماتش كله كان من ناحيه الشمال، واحنا بنلعب كتير قوي على الاوفرات، فهو ما كانش فيه ناس كتير قوي بتقطع على القريبه، هنا الدجوي عملها بالعرض. انت بتلعب ناحيه اليمين، جيت في المكان ده. ايوه، عشان احنا المفروض اللي انا لمحت الدجوي كان واخد الكوره، اول ما الدجوي قطع الكوره انا دخلت ال 18 وقطعت على القريب عشان اسبق المدافعين واحطها. لعبه بتتفقوا عليها مع كابتن اسامه دايما يقول لك تقطع الاولى. ده اساسي عندنا، حد على القريبه وحد في النص وحد على بعيده. كنت رايح لمين هنا بقى ورا السور؟ بابايا ومامتي برضه كانت جنبه. على طول بيحضروا معاك الماتشات ومتواجدين معاك؟ هم ساندني طول حياتي الحمد لله. تمام. محمد هيثم عايز اعرف بقى قصه انتقالك من فيتوريا لنادي الاهلي جت ازاي؟ انا في الاول كنت في فيتوريا في اول الموسم خالص، وانا كنت بلعب هناك السنه اللي فاتت كلها، ونص السنه دي اول 3 اشهر، بعديها في يناير في الانتقالات يناير رجعت على زد على طول. رجعت زد ما قعدتش تقريبا شهر، بعديها انتقلت للنادي الاهلي. الفتره بتاعت فيتوريا وفتره احتراف وانت لسه لعيب صغير وفي السن الصغير ده برضه في صعوبات، ابرز الحاجات اللي واجهتك كانت فيها صعوبات في السن ده ايه؟ طبعا انا هناك اتعلمت حاجات كتيره، لكن اصعب حاجه بالنسبه لي كان فرق اللغه. ان هم هناك ولا بيتكلموا عربي ولا انجليزي، هم ما بيتكلموش غير برتغالي هناك. مخرجنا بيقول لي الجون ده من الاهداف الحلوه، فكل شويه يعرضوا معانا على الهوا. اتفضل. فهي دي كانت اصعب حاجه انا واجهتها هناك، ان هم الناس هناك ما بيتكلموش نفس اللغه زينا. فدي اصعب حاجه واجهتني هناك. الاحمال التدريبيه كان نوعها ايه هناك؟ لا، كان تدريب كل يوم وفي اخر الاسبوع بيبقى في ماتش. التدريب هناك كانت طبعا قويه، يعني زي اي فرقه تدريبات قويه والالتحامات هناك قويه، وكان لا التمارين هناك كويس الحمد لله. تمام. ما قلتيش برضه قصه انتقالك للنادي الاهلي جت ازاي؟ خلصت فيتوريا ورجعت زد. رجعت على طول، والمسؤولين في النادي الاهلي اتواصلوا مع نادي زد. وهم بس انا يا دوبك رحت النادي الاهلي ومضيت، ومن ساعتها لعيب في النادي الاهلي. تمام. قول لي بقى جيل 2007 ما شاء الله عندكم منتخب مصر بقياده الكابتن اسامه نبيه والجهاز الفني، طموحك الفتره اللي جايه خاصه انت برضو لعيب يعني لعيب مهم ولعيب مؤثر في فريق 2007، طموحك مع منتخب مصر الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله الفتره الجايه احنا لسه بادئين اول تمرين مع كابتن اسامه النهارده. انتوا بداتوا تجمع؟ ايوه النهارده كان اول يوم، وفي تجمعات الايام الجايه. مشينا حلو عليكم مع اول حاله انتوا موجودين في منتخب مصر. وان شاء الله الفتره الجايه نركز في البطولات اللي هي تبقى في شمال افريقيا اللي تصعدنا كاس افريقيا،
وان شاء الله نكسب المباريات اللي عندنا اللي هم تقريبا في اخر السنه الجايه المباريات الرسميه، وان شاء الله نتاهل لكاس الامم ومن بعدين نتاهل لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. احمد الشيخ برضو نفس السؤال، منتخب مصر بيكون حلم لاي لعيب، وانت لعيب اساسي في النادي الاهلي ومتالق وبتسجل وبتصنع، برضو طموحك الفتره اللي جايه انك نفسك تنضم لمنتخب مصر وتكون موجود في منتخب مصر ان شاء الله، خاصه إن الله. ان الكابتن اسامه نبيه والجهاز الفني يعني هيتابع الدوري كله بشكل يعني رسمي يعني. انا الحمد لله الدوري ده انا كنت راضي عن ادائي، واي لعيب برضو في العالم يتمنى ان هو يبقى في منتخب بلده ويخدم بلده في اي حاجه. فانا لو انضميت لمنتخب مصر مش هتاخر، هدي كل حاجه عندي عشان المنتخب بلدي. اهم حاجه تشتغل كويس في النادي الاهلي، طول ما انت شغال بشكل كويس هتلاقي على طول اوتوماتيك بتروح منتخب مصر. واحنا بنتكلم عن مشوار دوري 2007، المباراه الصعبه وانتوا كلاعيبه كنتوا قاعدين مع بعض وبتتكلموا دي المباراه دي مهمه لازم نركز فيها لازم نحسمها بشكل كويس. زي ما محمد قال كان ماتش انبي، ماتش انبي هو ده برضه. احنا الماتش ده كان فيه شويه يعني تنشن علينا، ف كنا مركزين كلنا مع بعض، كلنا بنتكلم مع بعض. هي مباراه انبي. محمد وانت وتاحه كنتوا عاملين ثنائيه خطيره. ربنا يقومهم بالسلامه تاحه طبعا. لعبتوا مع بعض ماتشين؟ لعبنا مع بعض، لكن للاسف جت اصابه تاحه فانت كملت وشلت هجوم الفريق وكان عليك عبء كبير في الوقت ده. لا طبعا تاحه لعيب كبير وربنا يقومه بالسلامه ويرجعه احسن من الاول ان شاء الله، ولما يرجع هيكسر الدنيا تاني من الاول ان شاء الله. بترتاح وانت بتلعبوا جنب بعض؟ طبعا تاحه لعيب كبير. كنت بشوف الكابتن اسامه بيدوكوا وظائف، ممكن تبقى انت طرف تبقى انت مهاجم هو مهاجم يبقى طرف، كان في تفاهم كبير ما بينكم. بالظبط، احنا كنا مدينا كابتن اسامه الحريه ان احنا نبدل مع بعض، لان احنا الاثنين بنلعب في المركزين. فهو مدينا الحريه شويه واحد فينا يخش فيرود وشويه واحد يروح هاف ليفت، فاحنا كنا متفاهمين مع بعض وقدرنا ان احنا نلعبها بشكل كويس. شعورك وانت بعد 3 شهور في النادي الاهلي بتاخد بطوله؟ لا طبعا احساس البطوله مع النادي الاهلي احساس مختلف، وان دي اول بطوله ليا مع النادي الاهلي وانا بقالي 3 اشهر بس، وان شاء الله السنه الجايه احقق بطولات تاني ان شاء الله باذن الله. مين مثلك الاعلى؟ مثلي الاعلى كابتن عماد متعب. عماد متعب. شفت اهداف عماد متعب ولا؟ طبعا لا اتفرجت عليه. طب احسن هدف بتحبه لعماد متعب هدف ايه؟ هدف عماد متعب كان مع منتخب مصر غالبا، مع منتخب مصر هدفه مع المنتخب في النهائيات وكان بيجيب اجوان ما شاء الله. تمام. احمد الشيخ مثلك الاعلى او مين بتحبه في النادي الاهلي في البوزيشن بتاعك بيأدي فدايما بتقعد تتفرج عليه تتعلم منه؟ انا كنت بتفرج على كابتن وليد سليمان كتير، رئيس قطاع الناشئين دلوقتي. بينزل معاكم الملعب في التدريبات؟ بيتكلم معانا كتير قوي في الملعب. بيتكلم معانا كتير، بيفضل يكلمنا على الماتشات المهمه واللي احنا نركز في التمرين ونركز ونحب بعض وكده. طب عايز اتكلم معاكم عن دور الكابتن بدر رجب، كابتن وليد سليمان، الكابتن محمد شوا هيثم. لا طبعا الثلاثه كباتن كبار وليهم دور مؤثر كبير معانا، لان هم دايما بيكلمونا هم الثلاثه وبيعملوا معانا اجتماعات. ابرز الكلام اللي بيتقال لا طبعا بيحفزونا ويقولوا لنا ان احنا لازم نبص لقدام، وان احنا بعد حتى ما كسبنا الدوري اجتمعوا معانا تاني يوم وقالوا لنا بعد ما كسبتوا الدوري قالوا لنا لازم نركز الفتره الجايه وان شاء الله يعني هم بيحضرونا عشان نطلع فريق اول كويس، وان هو يعني الكلام معاكم من الدرجه الاولى من دلوقتي وان شاء الله يعني هم بيقولوا ان الفتره الجايه عايزين يصعدوا منا اللعيبه. وطبعا هم دايما بيحفزونا وبينزلوا معانا الملعب وبيبقوا حتى في الماتشات دايما بيبقوا عايزين يطلعوا كل اللي عندهم يساعدونا ان احنا نكسب كل الماتشات. دور الكابتن بدر والكابتن شوقي والكابتن وليد سليمان يا شيخ، هم كانوا معانا بخطوه خطوه خطوه في يعني في كل من اول الموسم من اول ماتش في الدوري لحد اخر ماتش. وكلامهم كله اكننا اولادهم بالظبط، يعني كلام اكننا نصايح مهمه يعني. اكننا عيله. بيفضلوا يكلمونا ان احنا اللي احنا نبص لقدام، حتى مش بيكلمونا على الدوري، هم بيكلمونا لمصلحتنا المستقبل. يعني الحمد لله اللي احنا معانا الجهاز. لما بيكلموك عن الدرجه الاولى بتحسوا ان العمليه قريبه؟ ايوه طبعا، هي عمر ما العمليه تبقى بعيده، لان احنا طبعا لعيبه في النادي الاهلي وفي اي وقت اي حد ممكن يتصعد، لا قدر الله لو حد اتصاب في الدرجه الاولى يصعدوا من الناشئين، لان هم طبعا معودين الناشئين على طريقه اللعب بتاعت الدرجه الاولى. وهي طبعا حاجه مش بعيده ان شاء الله. اخيرا هيثم عشان وقتنا،
طموحاتك مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ايه؟ ان شاء الله في اقرب وقت هتصعد للدرجه الاولى، وان انا اقدر اكسب بطولات مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. احمد الشيخ، اخيرا طموحاتك مع النادي الاهلي؟ نفس الكلام طبعا، طموحي ان انا اطلع درجه اولى، وان انا العب اساسي في الدرجه الاولى، لعيب اساسي من اللعيب باذن الله. اهم حاجه دايما الالتزام في التمرين، تحافظوا على نفسكم، اسمع كلام المدرب، شغال بشكل كويس، وان شاء الله الفرصه هتجي لكم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في الدرجه الاولى. وبالمناسبه يعني السنه الجايه هنكون معاكم في الدوري 2007، هنذيع لكم بقى كل المباريات باذن الله ان شاء الله. اخيرا اذاعه مباراه 2007، المباراه الاخيره مباراه التتويج ببطوله الدوري، كان شعوركم ايه يا محمد؟ لا طبعا هي كانت ادانا حافز ان المباراه متذاعه والناس كلها تتفرج عليها. طبعا ادانا حافز ان احنا نكسب، وان احنا كمان الناس هتشوفنا واحنا بنتوج بالدوري، وانه احنا خلاص نكسب الماتش ده، هو اخر ماتش في الدوري، فخلينا ان احنا خلاص نكسبه والناس كلها تشوفنا واحنا بنحتفل. شرفتنا ونورتنا يا محمد. حبيبي يا كابتن، شكرا. كنا سعداء بيك، وكل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله يا كابتن. شرفتنا ونورتنا يا ابو حميد. شكرا يا كابتن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوف اللي شرفوني، اتنين من نجوم فريق 2007 اللي توجوا ببطوله الجمهوريه، ابطال الجمهوريه لدوري 2007، محمد هيثم واحمد الشيخ. وايضا ببارك للنادي الاهلي لكوماندوز فريق اليد ابطال السوبر الافريقي على حساب نادي الزمالك، الفوز النهارده 23-21 وتاهل النادي الاهلي رسميا لكاس العالم للانديه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ودايما النادي الاهلي رقم واحد. اسأل على الأهلي وبغراضه هيقول لك وسع الأرض، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول الصدر. الأهلي كيان ومكان بالقلب وعشق عمر. روح يا كابتن.